نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ممثلا في جمعية رسالة للأعمال الخيرية احتفالية بيوم الكساء بمحافظة الجيزة، شمل توزيع ملابس ولحوم على أكثر من 10,000 مستفيد من أبناء المحافظة من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، وذلك بمشاركة 1,200 من متطوعي التحالف. بمشاركة أكثر من 700 متطوع، نظمت جمعية الرسالة للأعمال الخيرية إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مبادراتها السنوية يوم الكساء بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، والتي تشهد في هذا العام تنظيم معارض ملابس بالمجان بالإضافة إلى توزيع ما يقرب من 1,300 كيلو لحوم. رسالة بتقدم معنى، ممكن يكون ده المعنى اللي يعني محتاجه المجتمع، معنى أن النهاردة يكون قائم على اليوم ده كل اللي ورايا دول شباب كلهم متطوعين، 700 متطوع جاي النهارده بيساعد. ممكن يكون احنا موفرين النهارده تكلفه يعني غير طبيعيه، موفرينها بس ان هي تتوفر تبقى مساعدات للاسر. هدفنا هو اسعاد الاسر، جايبين الاسر الاكثر استحقاقا. الشغل بتاعنا كله تحت مظله التحالف. التحالف الوطني في الفتره الاخيره عامل حاله جميله جدا في المجتمع المصري، حاله تطوعيه جميله جدا. اكثر من 5,000 مستفيد من الاسر الاكثر احتياجا استطاعت جمعيه رساله اسعاده وإدخال بهجة العيد على قلوب الأسر وأطفالهم على حد السواء، حيث تم تخصيص معارض بها أكثر من 12,000 قطعة ملابس تم فيها دعوة الأسر بصحبة أطفالهم والاحتفال بهم وتوزيع كساء العيد عليهم. ناس طيبة وناس كويسة وبيقفوا مع الغريبة، على طول بيتصلوا علينا وبيدونا كل حاجة. والله الدنيا منظمة وكل حاجة كويسة، والله ربنا يبارك لهم يا رب ويجازهم كل خير. أشكر جمعية رسالة كتير قوي 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 على اللي عاملاه معانا والمجهود اللي عاملاه معانا والناس اللي تعبانين معانا. وسط تنظيم كبير من المتطوعين، شهد يوم الكساء ايضا تنظيم كرنفالات صغيره وتوزيع الهدايا والالعاب والبلالين والحلوى والفشار على الاطفال لرسم الفرحه على وجوههم. بيبقى في تراك فرحه زي ما انتم شايفين، بنجيب لهم هدايا للاطفال وفشار وحلويات، فبنحاول نعمل حاجة للأسر يعني ونساعدهم يعني في الأعباء اللي عليهم. رسالة حلوة كويسة وبتخدم كل الناس وبتخدم كل المحتاجين ما شاء الله، عملت لنا حاجات حلوة وحلويات وحاجات للأطفال وساعدت الناس كلها في العيد وكل حاجة كويسة والله. الجدير بالذكر أن فعاليات يوم الكساء تقام في 6 محافظات لخدمة أكثر من 30,000 مستفيد بمشاركة أكثر من 3,000 متطوع لتوزيع 80,000 قطعة ملابس وما يقرب من 2,000 كيلو لحوم.